مصر للإنتاج والتوزيع تقدم.
بيت ربيع فين لو سمحت؟ ربيع الله يرحمه يا باشا. مين طلب منه يرجع لسرقتي؟ والله ما اعرف، لولا انه قال لي انها خدمه لراجل طيب قصده فيها ما كانش عملها. بس لما بعدها على طول استاذ طاهر يتقتلوا بالطريقه دي، ده يخليني اشك ان الحادثتين فيهم ارتباط ببعض. دور على حد تاني تعمل معاه سبق صحفي. سعيكم مشكور. صدقيني انا مش عايز اعمل حوار صحفي ولا حاجه، انا كل اللي عاوزه فعلا ان اللي عمل كده في استاذ طاهر ياخد جزاءه. مش ناقصه بقى واحده تيجي تشقلب لي البيت يعني؟ وبيني وبينك انا بحب اعيش لوحدي. انا متضايقه قوي يا جدو. انا معاك يا حبيبتي ان غدا اخلاقها غريبه شويه، بس هتاخدي عليها مع الوقت. عامل ايه فضيله يحيى نور الدين؟ عينك ما تغيبش عليه ولا ثانيه واحده، تراقبه بالطريقه اللي قلت لك عليها. بابي كل يوم بيرجع متعور، بيحاول يوصل اللي عمل كده في مامي ويوسف. مفيش في الفيلا غير اللابتوب بتاعي. ممكن يكون خد الماتيريال وحطه على فلاشه وشالها في اي مكان هنا في الفيلا. مدام كوثر تسمح لنا نفتش الفيلا. فتره المراقبه اللي كانت عليه بتقول انه بطل سرقه واشتغل في محل كمبيوتر. حرامي شويه وبيشتغل في تجميع اجهزه الكمبيوتر، يعني داخل يدور على فلاشه. اللي اختار الواد ده عارف تاريخه كله، يعني كان عنده الملف اللي عندكم في الداخليه. افتكر كلامي اللي قلته لك كويس يا حازم، بس المعلومه دي خرجت من عندكم، محدش كان يعرف حاجه عن الفيديوهات دي غيرك انت واللي شغال معاهم. في حاجه بتحصل في التحقيقات اللي بيعملوها مش مريحاني، مش عايز مخلوق يعرف ان انا لقيت الفلاشه دي. اوصل بس لصاحب العربيه وبعد كده نشوف حكايه الراجل ده ايه. واحد بيقول لي عربيته مسروقه وعايزنا نبص له عليها عندنا. يا اخي اعتبرنا بصينا. قول له يجي. خليك ورا المجنون ده، ما تتحركش، انا جاي لك بقوه حالا. انا جاي ومعايا 10,000 جنيه، بس مش هاخد قصادهم عربيه، هاخد قصادهم معلومه. يا حنه حنه كبير قوي. يا نهار اسود، ده انا هدفنك هنا حي. انا نشوف بعض فيه. حبيبتي ماما ويوسف دلوقتي في الجنة، هم حاسين بيكي وعايزينك تدعي لهم. حبيبي ممكن اشوفه؟ حبيبي ممكن تبعتي لي الفيديو ده لو سمحتي؟ لا خلاص يا يوسف، بعد تعالي اقعد كويس، شد الحزام.
الرخص. اتفضل يا حبيبي. يا باشا انت جايبنا هنا ليه؟ يا باشا بس فهمني في ايه؟ في ايه؟ لا اله الا الله. يا نهار ازرق، تعالى يا باشا. يا باشا بس ايدك في ايه؟ قول لي بس يا باشا. يا باشا بس انت قول لي عايز ايه وانا اعمله. فهمني وانا اعمل لك اللي انت عايزه كله يا باشا. انتوا اللي سرقتوا العربيه دي؟ يا باشا هو كل ده عشان العربيه مسروقه؟ رد يالا. مش فاكر يا باشا. العربيه دي مسروقه من شارع عرفات اللي في الدقي من شهر. يا باشا افتكرت العربيه دي اللي صاحبها خدها بعدها على طول. أنا كلمت صاحبها امبارح وقال لي إنه ما خدهاش. يا باشا لو كل ده عشان العربية مسروقة ندور عليها ونجيبها. تعدل يالا وقول لي العربية دي فين؟ يا باشا مش عارف يا باشا، بس هي العربية دي يا باشا كلمنا صاحبها وكان استعوض ربنا فيها، وبعد يومين كلمنا وجي خدها. والله يا باشا، والله يا باشا أنا بكذب عليك. أنتوا بتجيبوا نمر أصحاب العربيات منين؟ ها؟ يا باشا اقول لك يا باشا احنا مظبطين مع امين شرطه في الاسم، وهو اللي بيجيب لنا ارقام تليفونات الناس اللي بتعمل محاضر. اسمه ايه الامين ده؟ الامين خالد البرنس يا باشا، وعهد الله يا باشا ما اعرف له اسم تاني. هات التليفون. مش معايا يا باشا. يا باشا تليفونه كان متسجل على الموبايل، والموبايل وقع منه واحنا بنجري، وبعدين يا باشا هو اصلا محرج على حد فينا يكلمه. هو اللي بيكلمنا لما يبقى عايز يدينا ارقام تليفونات حد او عايز ياخد نصيبه. انت شفت ياد صاحب العربيه دي وهو بيستلمها؟ يا باشا كانوا اتنين. شكلهم ايه؟ في حد فيهم في وشه علامه مميزه؟ يا باشا في واحد كده شكله بلطجي وكان معاه عيل صغير. عيل صغير؟ لا يعني يا باشا مش عيل صغير، يعني شاب كده شكله ابن ناس. لو شفت شكلهم تعرفهم؟ يا باشا طلعهم من وسط قلب. يا عشري تعالى لي منطقة جيم وهات لي معاك جنزير. يا باشا مش مستاهل يا باشا، أنا مش عايز أخرج أصلا من هنا. أديني قاعد هنا في أمان الله يا باشا بعد القلبان اللي حاصل بره ده. مش عايز أسمع صوتك، فاهم؟ لا مؤاخذة يا باشا، أنا مش فاهم حاجة يا باشا، ممكن تفهمني؟ هو أنت يا باشا مع الحكومة ولا مش مع الحكومة؟ ولا هو في عربية من اللي إحنا بناخدها دي قتل الضابط عشان كده عمل الحملة دي علينا؟ يا باشا لا مؤاخذة يعني احنا نسرق لكن نقتل لا. انت بتحرم العدل يا حسين، انا عايز اعترافات كاملة على مكتبي بكرة الصبح. ما تقلقش يا فندم، انا كنت فعلا ناوي اعمل كده. المهم هنعمل ايه مع يحيى؟ يحيى زمانه فهم ان احنا مراقبينه، خلاص الكارت ده صعب نلعب بيه دلوقتي، خصوصا مع واحد زيه. اللي حصل النهارده ده معناه انه بيخفي عننا ادله كانت ممكن توصلنا للي قتل مراته وابنه. يحيى شاكك ان فريق التحقيق مخترق وبيسرب معلومات. وسعادتك مصدق حاجه زي كده؟ مصدق؟ انا ما بستبعدش اي احتمال. يا فندم انا باكد لك ان فريق التحقيقات ده بالذات انا اشتغلت معاه قبل كده واحد سنين طويله. يعني مستحيل اي حد فيهم يعمل حاجه زي كده. ده طبعا لو سعادتك واثق فيا وفي كلامي. بقول لك يا حسين، عملت ايه في تقرير المعمل الجنائي؟ ايه نوع الاسلحه اللي العيال دي استخدموها؟ الاسلحه كلها ميري ومسروقه، بس طبعا الموضوع مفهوم. العيال دي هربت ايام فتح السجون، فاكيد الاسلحه دي كانت مسروقه من قبل كده. كويس يا حسين، كويس جدا، بدات تشغل دماغك اهو. كله بفضل توجيهاتك يا فندم. سعادتك تؤمرني باي خدمات تانيه؟ لا خالص، اتفضل انت. بعد إذن سعادتك.
تقلقيش يا حبيبتي، انا كويس. انا ما اعرفش نمت كده ازاي، الاصل اول ما دخلت وقعدت شويه لقيت نفسي روحت في النوم. المهم انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. انا كويسه، بس انت اللي مش كويس خالص بوبي. انا مش صغيره وعارفه انت بتعمل ايه. عشان خاطري سيب اللي انت بتعمله للبوليس. طب انت لو حصلك حاجه انا هبقى لوحدي، وانا ماليش غيرك خلاص. اطمني يا حبيبتي، سيبيها على ربنا، احنا مش هنشوف غير اللي انكتب لنا. ايتم يلا قوميني بقى لحسن، لو سكتنا دقيقه كمان هروح في الغيبوبه من تاني. أنا رجعت المقايسة وشايفة إن أنتوا من كل بند ممكن نوفر 5 مليون جنيه. نعم، ده مستحيل. 5 مليون؟ إحنا نسيب المشروع أفضل. ما إحنا لو ما وفرناش الرقم ده هنسيبه غصب عننا. تحب إيه؟ إحنا ممكن نقلل حاجة بسيطة، لكن 5 مليون ده مستحيل. وأنا برضو بقول كده. وأنا شايفة إن محدش يديني رأيه غير لما تعملوا مراجعة. راجعوا المقايسة تاني. مدام ناهد، إحنا شغالين وبنحاول نضغط الميزانية، بس حكاية 5 مليون في كل مرحلة دي مستحيل. حاولوا. ما تلاقيش يا مدام نايت، هتتحل. برافو، هو ده اللي أنا عايز أسمعه. وما تنسوش إن إحنا عندنا الديدلاين 3 أيام بس. هتتحل إزاي يا مفتي الديار؟ أنا شايف إنها ممكن تتحل. وأنت إزاي تشوف؟ هو مين هنا مدير المشروعات؟ أنا ولا أنت؟ إزاي تتجوزني؟ ده رأيي. وبعدين ما ريهام قالت رأيها. ده معناه إن هي اتجوزتك؟ أنتوا مش ملاحظين مدام ناهد متغيرة بقالها شوية كده وبقت ناشفة؟ وكأنها بتحاول تقلب مستريحة ومش عارفة. صحيح، مش حاجة زي دي المفروض مستريح يكون عارفها؟ هو فين مستريح يا؟ هو فاضلنا؟ ده حتى التليفونات ما بيردش عليها، وكم مرة اللي بيجي فيهم هنا ما بيقابلش حد. أنا مش عارف إزاي سايب لها الشركة بالشكل ده. أنت نسيت اللي حصل له؟ يا ست كلنا مقدرين الظرف، بس خلاص الدنيا مش هتقف. دي الوقت وان شاء الله هيرجع لنا تاني. يا ريت يرجع قبل الدنيا ما تخرب. انا هقوم اجيب الاوراق عشان نغطس بقى تاني في المستنقع ده. انا جاي معاك. ما تقلقيش يا مدام. معلش يا حازم ليه بس، انت كان لازم تسمع كلام الواد ده بنفسك. انا مستنيكم الصبح، ما طلعتوش بحاجه مفيده؟ هتشوف يا باشا. افتح يا ابني. اصحى قول يا لالا باشا الكلام اللي انت قلته لي من شويه. كان في واحد يا باشا فهمنا انه بيدور على عربيته، يعني عربيته مسروقه بس احنا كنا شاكين فيه، كنا فاكرين واحد منكم بس، يعني اول ما انتوا دخلتوا هرب هو والواد غريب. هو الراجل اللي في الصوره دي؟ ايوه هو ده يا باشا. الراجل ده كان مفهمكوا ان عربيته مسروقه وعايزكم تساعدوه. قلت لك انا عايز ايه بقى؟ كان معاه فيديو على الموبايل في عربيه، فكنا يعني احنا اللي سرقناها وكان عايزنا ندله عليها وناخد اللي فيه النصيب. كان معاه تسجيلات الكاميرا. انت يا لا شفت الفيديو ده؟ يا باشا شفته فين؟ واحنا لحقنا، ما انتوا طبيتوا علينا وهو هرب. الراجل ده وصل لكم ازاي؟ اتصل بينا بالتليفون سعادتك، كان بيدور على عربيه مسروقه بتاعته. وانتوا بقى قلتوا تساعدوه بقلبكم الطيب اروح امك. يا باشا هو تعتع يلا ما تنطع يا باشا. اصل هو يعني قلنا يجي يشوف، لو لقى عربيته ياخدها، لو ما لقاهاش سعادتك فاهم بقى يا باشا. طيب مع السلامه. مع السلامه. احنا تقريبا عرفنا يحيى وصل للفيديو ازاي. تمام. على فكره انا قلت لكل الموظفين مفيش ولا يوم اجازه. في ناس بتعتقد ان موت الاستاذ طاهر معناه نهايه الدار، لأن الأستاذ طاهر الله يرحمه كان بيعمل كل حاجة بنفسه. طيب بالنسبة للمستحقات المالية بتاعت الموظفين، حضرتك بتقول إن المرتبات كان بياخدها المحاسب بشيك من بابا، هو كان لحق يعني يمضي الشيك الشهر ده؟ الأستاذ طاهر كان مديني حق التوقيع، بس أنا عمري ما استعملته، بس أنا هستغله دلوقتي. لو حضرتك عايزة حق التوقيع ده ليكي أنا ما عنديش أي مانع. أستاذ طاهر كان بيعتبر أستاذ عبد العليم هنا زيه تمام، والشهاده لله يعني استاذ عبد العليم طول عمره مخلص للشغل وللدار. من غير ما تقول يا شامي،
انا ما كنتش اعرف صحاب لبابا غير استاذ عبد العليم. انا طبعا يعني مش هبقى موجوده زي ما بابا كان موجود، فالحمل هيكون عليكم انتوا الاثنين. الدار دي بداناها انا وبابا الله يرحمه من زمان، وشايلها على كتافي، ومش هسيبها الا لما اقابل رب كريم. ربنا يديك الصحه. انا هبقى احاول اجي كل يوم عشان اطمن على الدار. تنوري يا دكتور. طيب انا ليا طلب صغير. اموري. احنا عندنا ارشيف صور مش كده؟ ارشيف صور؟ الصور اللي بتتاخد في الندوات والمؤتمرات الصحفيه والصور اللي بتنشرها الدار في الجرايد، عندنا ارشيف بالكلام ده ولا مفيش؟ موجود طبعا. طيب تمام، انا عايزه الارشيف ده كله. انت عارفه الدار دي بقى لها كام سنه؟ عارفه، وعايزه الارشيف ده كله دلوقتي حالا. تؤمر يا فندم. اتفضل. استاذ عبد العليم. هو انت تعرف صحفي اسمه سام؟ سام؟ اعرفه ليه؟ اصله جالي البيت وقال لي ان بابا كان طالب منه يعمل سيرتش على حد، وانه شاكك ان الحد ده ممكن يكون له علاقه باللي حصل. عامه قال كلام غريب وانا نهيت المقابله وما كنتش عايز اسمع. ده مش مريح. وعلى فكره هو جالي ساعه العزاء واتكلم معايا، بس انا ما ارتحتلوش. ايوه بس انا عايز اعرف بابا طلب منه ايه. خلاص حضرتك اطلبيه. ما انا هطلبه، هخليه يجي هنا وهقابله، بس انا عايزاك تبقى موجود في المقابله، ممكن؟ طبعا انا هحضر الصور، واول ما يجي اطلبيني على اسمك. اتفضل. اتفضل حضرتك. ايه ده؟ ممكن حضرتك تفتح الكتاب بشكل عشوائي؟ اكيد فتح على صفحه 104 صح؟ ايه يا دكتور؟ انت بقيت حاوي ولا ايه؟ لا الموضوع بسيط جدا يا فندم. شوف، هو اي كتاب بيتحط فيه اي حاجه في النص ويتقفل عليه بتعمل فرق في الصفحات، فدايما تلاقي الصفحات دي اللي موجود فيها الحاجه دي بتتفتح معاك اول ما تيجي تفر في الكتاب. يعني حضرتك لو بصيت في نفس الصفحه اللي انا قلت لك عليها هتلاقي علامه بسيطه في النص بالظبط. العلامه دي عامله حز في الورق. الحز ده تقريبا يعني مقاس فلاشه صغيره، كان في حد مخبيها جوه الكتاب وقافل عليها. الموضوع ببساطه مش محتاج معمل جنائي ولا حاجه، كل ما في الامر ان احنا ما بندور على الصعب، السهل بيفوتنا. لقيت الكتاب ده فين؟ الكتاب ده كان مع يحيى واحنا بنفتش في المكتبه، لما طلبت منه انه يخرج رجعه مكانه. احنا طبعا شكينا في الموضوع، طلبت منهم يفحصوا الكتاب ودي كانت النتيجه. كده عرفنا يحيى وصل الفيديو ازاي. ماشي ماشي. عملت ايه في تخرج القنبله؟ تمام يا فندم، طلعت قنبله سي 4 متوصله بمفجر صنع يدوي. سي 4؟ انسى بقى ان احنا نوصل لاي حاجه من خلالها. امريكا بلاله قدرها مش عارفه تسيطر على تهريبها ولا حتى تتبعها. بالظبط كده يا فندم، ده اللي قاله المعمل الجنائي، خاصة إن مفيش عليها أي بصمات. هو سعادتك كنت قاري على الموضوع ده؟ قاري؟ أنت نسيت إن أنا كنت من الحرس الشخصي للرئيس؟ المعلومات دي إحنا بنعرفها من أول يوم تدريب. ما أنت فاكر يحيى فلت منها إزاي؟ قول لي يا حسين، عملت إيه في التحقيقات بتاعت الواد اللي اتقتل وهو بيقتحم فيلا طاهر؟ ربيع حامد، الرائد جمال علي حقق مع اهله ومع زمايله في الشغل، بس النتيجه طلعت غريبه جدا. الواد ده فعلا كان مبطل سرقه بقاله 5 سنين وشغال كويس قوي. كل زمايله واللي حواليه ما كانوش مصدقين انه رجع للسرقه تاني. بس يا باشا مراته قالت لنا على حاجه غريبه قوي. ايه؟ قالت لنا انه في اخر يومين كان عصبي ومتضايق جدا ومتوتر، وكان دايما يقول لها ان في حد بيضغط عليه عشان يرجع للسرقه تاني، بس اللي كان مصبره ومهون عليه ان اللي هيسرقه ده هيرجع الحق لاصحابه. هيرجع الحق لاصحابه؟ ايه الكلام ده؟ معرفش يا فندم، هي قالت ان هو قال لها كده وما تعرفش اي حاجه تانيه. غريبه قوي الحكايه دي. استاذ طاهر كان طلب مني اعمل له خدمه، وكان موصيني ما حدش يعرف حاجه خالص عن اللي انا بعمله، بس طبعا دلوقتي الوضع اختلف ولازم كلكم تبقوا عارفين. الخدمه كانت سيرش عن تاريخ يونس عبد الحميد. مين يونس عبد الحميد ده؟
مدير مكتب رئيس الجمهوريه في التسعينات. طب وايه المشكله؟ ما انا جاي لحضرتك في الكلام. يونس عبد الحميد كان ضمن الوفد الرئاسي اللي سافر مع الرئيس اديس ابابا ساعه محاوله الاغتيال. لحد هنا عادي. انما اللي مش عادي بقى فريق الحراسات اللي كان مع الرئيس ساعتها واللي احبط محاوله الاغتيال. كان ضمنهم الضابط يحيى نور الدين. يحيى؟ بالظبط كده. اكيد في علاقه بتربط بين يونس ويحيى. الاثنين كانوا بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت وفي نفس المكان. وبعد 20 سنه يحيى بيتعرض لمحاوله اغتيال، بعدها على طول استاذ طاهر يتقتل. مش دي صدفه غريبه برضو؟ ايوه يعني، بس ايه اللي خلى بابا اصلا يخليك تدور على يونس ده؟ انا بصراحه ما اعرفش، بس قلت اكيد القريبين منه ممكن يكونوا عارفين حاجه شبه كده. متشكرين يا استاذ وسام. والدكتورة هتفكر في الكلام اللي انت قلته، ولو احتاجتك في حاجة هنكلمك. متشكر جدا. النسخة دي بتاعت حضرتك. بعد اذنك. شكرا. اتفضل. غريبة أوي الجدع ده. مش فاهمة قصدك. بصراحة أنا مش مطمن له. حاجة من الاتنين، يا اما الجدع ده بيقرا روايات وبيتفرج على مسلسلات بوليسيه فلحست عقله، يا اما هيورطنا في حاجه احنا مالناش فيها. وبعدين ايه حكايه مدير مكتب رئاسه الجمهوريه دي؟ مش عارفه، بس الكلام اللي بيقوله يعني غريب. ما هو لازم يقول كلام غريب عشان يشد انتباهك. عموما انت حره، انا خايف عليكي وعلى الدار وعلى سيره المرحوم الله يرحمه. عموما يا بنتي ما تثقيش في حد عامل نفسه عايز مصلحتك. اللي عايز يعمل مصلحة بيعملها من غير ما يقول لحد، إلا إذا كان له مصلحة عند الحد ده. وبعدين إيه المصلحة اللي عايز يعملها مع واحد مات؟ أنت مش شايفة إن دي حاجة ما تخشش العقل؟ على إذنك. العربية؟ عيب يا طارق باشا. ماشي سعيد، اتكل على الله. أي أمر تاني يا باشا؟ لا، بس ما تقفلش الموبايل بتاعك، أحتاجك تاني أوي قريب. تحت أمرك يا باشا. ازيك يا استاذ وسام؟ الو دكتوره سلمى، انا اسف ان انا بكلم حضرتك من غير ميعاد. ولا يهمك، انا بس كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع كده وما كنتش عايزك تفهميني غلط. اتفضل. انا مش فاهم بصراحه الطريقه اللي بيعاملني بيها استاذ عبد العليم. انا مش بكلمك طبعا عشان متضايق ولا بشتكي ولا حاجه، انا بس كل الموضوع ان انا مستغربه مش اكتر. ما انا برضو مستغربه هو عاملك كده ليه؟ هو انتوا كان في بينكم مشاكل؟ لا 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 خالص، بالعكس الراجل كان لطيف جدا معايا لحد ما بدأت أكلمه في موضوع الحادثة وملابساتها، ولما عرف إن أنا بدور وراها ابتدى يعاملني بالطريقة اللي أنت شايفاها دي. طيب أنا آسفة يعني، أعتذر لك بالنيابة عنه. لا مفيش اعتذار ولا حاجة دكتورة. أنا كل اللي أنا عايزه بس إنك تفكري في اللي أنا قلته لك من غير ما يكون حد مأثر على تفكيرك. وأتمنى إن أنت تكلميني مرة تانية. آسف مرة كمان على الإزعاج. ولا يهمك. شكرا يا أستاذ وسام. مع السلامة. مع السلامة. يا يحيى.
ايوه سلمى خير. لا لا لسه صاحي ما نمتش. طيب انا جاي لك حالا. سلام. جاي تعبان قوي، انت محتاج تستريح اكتر من كده. ما تقلقيش يا حبيبتي، ابوك ياما استحمل اكتر من كده بكتير. هتبات بره؟ لسه مش عارف، بس ما تقلقيش. فين دلوقتي؟ ايه يا ايتن في ايه؟ مالك؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي انا عملته؟ انت ازاي تحطي الفيديو بتاع يوسف على الفيسبوك؟ ودي فيها ايه يعني؟ انا كنت فاكراكي عايزاه عشان تاخديه مش عشان تحطيه على الفيسبوك. ما انت عارفه ان انا كل حاجه عندي بشيرك وده العادي بتاعي. انا بقى مش كده، في حاجه اسمها برايفسي. انا اصلا بكره الناس اللي كل ما تخش تقول لي تتصور وتعمل بوست دي. هو انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ ما اقصدش حاجه، بس شيل الفيديو ده حالا. معرفتش أسيطر على نفسي يا سلمى، مقدرتش أفكر. كل اللي كنت شايفه قدامي يوسف. كل ما كنت أجي أكلمها أمسك نفسي علشان ما أقولش اسم منى. أول مرة ألاقي نفسي مشدد كده. إزاي يعني يا يحيى؟ إزاي يصعبوا عليك أصلاً؟ دول حرامية. مش جوزها ده اللي حاول يقتلني وكان عاوز يقتلك؟ ما قدرتش اضغط عليها اكتر من كده. بقول لك كنت شايف يوسف. وبعدين بقى انا مصدقها، هي فعلا ما تعرفش حاجه. يعني لو جات لك هتشغلها؟ انا حاسس ان انا رجعت الداخليه وبدي تقرير المهمه للرئيس بتاعي. مش انت اللي قلت احنا في مركب واحده؟ شكلي هندم على الكلمه دي. الله، ايه يا يحيى؟ انت اللي شاركتني من الاول في اللي بتعمله، فلازم اعرف كل حاجه. وانا بقول لك على كل حاجه. انت بقى قولي لي ايه الموضوع المهم اللي كنت عاوزاني فيه. ماشي. في صحفي اسمه سام كان ناشر عندنا مجموعه قصصيه، بيقول ان بابي كان طالب منه يدور على معلومات عن شخص معين وان هو عمل كده. ما لحقش اديها له يعني، الله يرحمه. المهم كلامه منطقي جدا، بس استاذ عبد العليم عمال يشككني في وسام، وسام بيشككني في استاذ عبد العليم. وانا بصراحه بقيت تايهه، يعني مش عارفه اصدق مين فيهم. ايه هي طبيعه المعلومات دي؟ الغريب ان المعلومات دي فيها حاجه تخصك. ايه؟ تخصني انا؟ ايه؟ هو بابا كان ماشي ورايا واحد صحفي يجمع عني معلومات؟ مش انت، حد له علاقه بيك. فين هي المعلومات دي؟ في الدار. معاكي مفتاح الدار؟ اه معايا. طب يلا بينا دلوقتي؟ ايوه دلوقتي يلا. طيب ماشي.